كبيرة لي. أتضغط لنهاية الأسبوع، مش مصدق نفسي. إيه ده؟ مين اللي مخبط على الباب دلوقتي ده؟ أهلا صديقي، مش شفتك من زمان. تعال اتفضل. اتفضل اقعد. شكرا. انت وحشني من زمان يا والله. وحش لما يلهفك. نعم. هذا انا قصدي انت وحشتني اكتر والله. اللي جابوا ده بس دلوقتي، ما كده الاجازه بتاعتي هتبوظ. الو. نعم يا بابا. يعني انا بيت النهارده بره عادي؟ ابسط يا عم، انا حبيت عندكم النهارده. وكده تكون ضيعت عطلة نهاية الأسبوع بتاعتي.